خيالك يكون السفر في الروح يبقى دلالك جيب القمر ويروح يبقى خيالك يكون السفر في الروح يبقى دلالك. أهلا وسهلا مرحبا بكم في كافي كتير. اليوم ضيفنا اليوم هو فنان تونسي ومطرب تونسي وفنان شعبي، بس تعرفوا عليه في برنامجنا. ضيفنا اليوم هو الفنان والمطرب الشعبي رمزي طغمان، تعرفوا عليه بأكثر تفاصيل في هذا الحوار من برنامج كافي كولتور. جديد الجديد ها. مرحبا بك رمزي. وبيك عايشك خويا كمال عايشك. عايشك. رمزي طغمان أول حاجة مبروك للألبوم تاعك الجديد. عايشك يبارك فيك عايش خويا عايش. رمزي طغمان للألبوم تاعك الجديد هو بيست أوف. إيه بيست أوف في دو في دي سينجل جديد. دي سينجل جديد. أحكي لنا شوية على السينجل تاعك الجديد. السينجل تاعي جديد وهذا معناتها ان شاء الله يعجب ان شاء الله يعجب الجمهور اللي قعد يستنى فيا على الجديد اللي هي تقول يغيب القمر ويروح يبقى خيالك يطول السفر في الروح ويبقى دلالك طول العمر يروح بعدك حبيب الروح ومحال ورد يفوح في بستانك يغيب القمر ويروح يبقى خيالك. كلمات الحان شكون؟ كلمات خليفة الدريدي والحان رمزي دغمان. شكون عاونك في التلحين؟ لا ما عاونيش في التلحين، انا بطبيعتي ملحن العديد من المطربين الشعبيين منهم سمير لوسيف منهم عبد الكريم بن زرتي منهم نور شيبة منهم اشرف منهم زينة قسرينية منهم برشا عديد المطربين. رمزي طغمان غني من التعريف، فنان تونسي، مطرب تونسي، لكن في الإيقاع الشعبي. علاش اختار رمزي طغمان يغني على الإيقاع الشعبي التونسي؟ من حالة عيني نقرا روحي مغروم بالمزود ومغروم بال. اسك من العائلة تاعك؟ لا العائلة ديجا العائلة عندي معناتها عمي توفيق حضرة رجال تونس يغني صوفي وغني سلامية وأنا حالة عيني نقرا روحي في اتجاه الفن الشعبي ونحب المزود ونحبه مغروم وواحد وكذا غرام هاي كل واحد وين الكتبة وين باش توصله فهمت. حليت روحي نقرا روحي نغني في المزود. شكون ما بين المزود شكون مثلك الاعلى تسمع شكون وقت كنت صغره؟ انا الصغره تربيت انا بطبيعتي ولد سيدي عبد السلام ومعناتها تربيت على فوزي بن قمره معناتها ولد حومتي وكذا فهمت. معناتها عشت غادي معناتها عشت اللي حليت عيني ان نسمع فوزي بن قمره ومغروم به والتو مغروم بيه والتو مثلي الاعلى فوزي بن قمره. بعد تحب امنيتك تكون كما فوزي بن قمره؟ ان شاء الله نعمل الربوع اللي عمله فوزي بن قمره نكون فخور اللي انا نعمل كما فوزي بن قمره. خاطر فوزي بن قمره مدرسه وفوزي بن قمره نظيف برشا وكلاس في خدمته ويغزل البعيد برشا. رمزي شفنا على اليوتيوب الى خير ذلك شفنا الفيديو فيها معدة تصويرتك فيديو كل شيء لكن فيها حفل الختان تاع ولدك ادم. ايه ادم في رمضان. نعرف ان الحكايه باش تكون خاصه ولا حاجه خاصه للعائله ولا حاجه لكن علاش على اليوتيوب ولا حاجه نشوف حفلة الختان تاع ولدك ايتم على اليوتيوب. اسكو انت اللي قلت هبط ولا لا عندي حبابي واصحابي عجبتهم في السهرية وهبطوا هما وانا عادي وطول ولدي عادي باش يهبط على اليوتيوب خليه يهبط على اليوتيوب وعبي يتفرج وانا عندي معجبين برشا معناتها يحبوا ولدي ويحبوا لي ادم ولدي مادام يحبوا لي ولدي مادام انا نحبهم
هات هذه امورهم ما يقلقنيش، فهمت؟ هبط على اليوتيوب ما يهبطش ما يقلقنيش. تتصور تتصور معناتها في عند ادم وكل شيء ولي مشهور كيف تقول معناتها فنان محترم؟ والله هو اختصاصه، كان طلع يغني انا نعطيه الطريق الصحيح ونقول له كذا وكذا، ولو رد بالك على خاطر دوماننا راهو صعيب برشا معناتها بشي 3 سنين توا. سنة نجح نجح في قرايته، وانا امنيتي اللي انا ما عملتوش في الكوره خاطر انا كنت نكور. انا الفن هزني، الفن هزني اكثر، فهمت؟ اللي ما عملتوش في الكوره شان نقا في يد ولدي وكا. تلعب مع شكون؟ كنت تلعب مع كلوب افريكان كادي. وشكون ربح؟ في الدربي. في الدربي في الدربي مره يربحوا هما، مره نيول، مره احنا نخسروا، مره كل مره كيفاش كل مره كيفاش. مره ذي ربحناها معناتها انا زيروها. نسمو كله البديد عندي كانت في الرياضه، بعد نقلت للفن ولا كيفاش؟ بعد اسكو لا انا حتى كي نكور نغني، بطبيعتي نغني ونسهر ونمشي نغني في ربوخ، وبعد نمشي نترانا من غدوه، وبعد والسبور يحب النظام، مش كيما يحب النظام السبور، يحب النوم ويحب. وانا مغروم برشا في الفن اكثر، مش اكثر مغروم بالكره، اما الفن هزني اكثر، فهمتها؟ وكل واحد وخبزته وين مشت صارت. كما نعرفوا الفنانين يقوموا مخر بعد السهريه، يقوموا مخر انت وقتاش تقوم؟ انا اقوم ديما مخر 5 6 7 7 6 5، اما كي نبدا عندي ما نعمل نقوم الصباح. نقوم الصباح. وشنو قهوتك المفضله بما انه البرنامج تاعنا كافي كولتور، شنو قهوتك المفضله؟ القهوه نشرب قهوه، معناتها شنو القهوه نشربها؟ شنو قهوه تشربها؟ نشرب ديريكت، وبعد نشرب لالونجي. قديش من مرة تشرب؟ مرة ثلاثة أربعة؟ نشرب 3 مرات بريسك كيكا. هذا مرة. مش نحكي شوي رمسي على الديو أنت وسمية حضروني. عندي ديو. اسمعني نوسيك. عندي اسمعني نوسيك، وعندي ديو وأنا وزينة القصرينية. عام 2005 ديجا هبطوا بستوف، وعندي ديو جديد انا وسمير حضروب، اللي هو يقول اسمعني نوصيك مهما نغيب عليك ما تخرج من الدار حتى لين نجيك. تعديل فيها في قرين حنبال. هاي في ديموش حنبال مره لحد اللي لحد هذا اللي تعديل. تعديل عليها في حنبال. مش نشوفوا ما بيانتو كليب ديجا غيب القمر باش نصور لها الكليب نتاعها. الغنية السنجل الغنية جديدة غيب القمر، هي الغنية باش نعملوها جديدة. باهي واضح رمسي. رمسي شكون في وقت تقعد هون انت، بما انه احنا في قهوة وكل شيء، وقت تقعد في قهوة مع شكون؟ اسكو مع اصحابك ولا تقعد وحدك ولا عندي نقعد؟ يا نقعد وحدي مع اصحابي، عندي باست، عندي مروان، معناتها اصحابي الانتيم، ونقعد معاهم اون بليس ينصحوني في الخدمة ويدعموني في الخدمة ويحبوني نخدم، فهمتها؟ كيما بلغتنا احنا مش اصحاب السوء، فهمتها؟ اصحاب تاع معناتها تحب لك مصلحتك، فهمتها؟ رمسي كيفاش ترى الفن الشعبي؟ اسكو فما استحسان يعني ذواق يسمع فن شعبي؟ على خاطر باش نقولوا فما غييب اعلامي ولا حاجه في الفن الشعبي، ولا فماش غييب بالنسبه معناتها نحكيو على الاذاعات ولا حاجه، معناتها فهمتي؟ علاش غياب؟ اللي عنده انتاج جديد عندنا قنوات تعدي، معناتها كان عندك حاجه باهره يعديوك، راهو الباهي يعديه، خايب ما تعداش، باهي تتعدى. ما نحكيوش امور كواليس واحده اخرى، هذيك ايش عندنا فيها، فهمت؟ اما راهو الباهي راهو يجي نهار ويتعدى، راهو تعمل في حاجه صحيحه، تعمل في فن معناتها يشد العباد وتسمعوا العباد،
ما عاد يجي نهار وتاخذ حقك وتتعدى في التلفزيون وتتعدى في الميديا وتتعدى فهمت. كي تقول لك برنامج كيما ستار اكاديمي كيما على بعيدا الى خيتك تتصور باش تكون تنجح في تونس تعمل ايميسيون با تيلي رياليتي على على الفن الشعبي فقط نجم تكون وتنجح علاش تنجح؟ خاطر هو فن الشعبي فن الشعبي مطلوب معناتها يحبوه فهمت. اون بليس كان يجي واحد مثلا ذكي ياسر يلزم واحد ذكي وعنده برشا فلوس خاطر الذكي وما عندكش فلوس حكايه فارغ لازم واحد 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 مثلا اوم دافير يعمل بروجي يعمل البروجي هذا عنده فلوس ويعمل الفن الشعبي ويعمل كذا ويعمل كذا ويجيب المطربين ونتصورها تنجح الحكايه. قلت حسب رايك شكون يكون من لجنه التحكيم؟ يا خويا جيتك ذياب خويا فرحنا خويا اعطينا الدبوسه ماء. علاش ما خليتش في دماغك؟ مساج. اي هكا وتو ياخذني هكا. كان قلت لك تطالب بك فيو دماغ تمشي. احنا توا في المباشر يا جماعه سبونتاني خير. مساج نحن نحكيو هذايا باش نهديو لك ليك انت خويا وصاحبي وعزيز وغالي هذاك هاك. يذيب القمر. في حنتك. هو يحبك تبارك. في حنتك باش نغني لك يذيب القمر. هاك وراها هذي. سمعنا شوي من الاغنيات هون ولا لا 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 توا لا توا. لا توا. خلي صباح بكري الستة تاع الصباح. انا الصباح نسمع فيروز. فيروز. والمزود وروحي ما نسمعهاش، ما نحطش روحي نسمعها انا في الدار. انا بعد ما نسمعش روحي انا بعد التسجيل وبعد الاغنيه نسمعها نهارين ثلاث ايام شنو عملت شنو خدمت شنو كذا وشنو كذا صوتي صفا تعديت صفا موسيقى باهي من بعد نسمعها كان في الشارع ولا نسمعها عند صحابي ولا واحد وكا ما عادش نعاود نسمعها.
يبقى خيالك.